التحدي بقى، القدرة على التحدي، ان انت تعمل تبتدي تاني تسترجع طلعت زكريا وتبتدي تبقى عايز تشتغل وانه تشتغل كله. ايه بقى كان يعني في عز ده، في عز الازمات والالام اللي انا كنت فيها دي، كان عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيرجعني تاني. مش عارف ليه، يعني ما كانش حد ابدا يشوفني يقول ان انا ممكن ارجع، مش ارجع امثل، ارجع اعيش. ما حدش كان متخيل الحكايه دي، بس انا كان في يقين جوايا ان انا هبقى كويس. منين جاي اليقين ده؟ لان انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيعمل كده في حد ده مش بلاء، مش بلاء، العاية مش بلاء، دي قرصة ودن. فقعدت افكر وانا على السرير في المستشفى، قرصة ودن، طب اشمعنى انا ويجي لي الفيروس ده اللي بيجي لواحد في المليون؟ ايوه، الفيروس اللي كان عندي اسمه جوليان بيري، ده بيجي لواحد في المليون، في كل مليون بني ادم واحد، اختارنا انا من وسط مليون. فقعدت افكر، لقيت نفسي كنت رايح في حته وحشه. بعد ما عملت فيلم هاها وتفاحه اسمه كده، انهالت عليا العروض وبقت الفلوس تترمى قدامي، يجوا منتجين يسيبوا فلوس ويمشوا. فابتدى الغرور شويه، احساس الغرور يركبني شويه، ابتديت افكر في حاجات مش حلوه ما ينفعش حد يفكر فيها، وكنت ماشي فيها، كنت خلاص ماشي فيها، عايش حياتي. البيت لاحظوا الحكايه؟ البيت لاحظتوا يا امي ان هو ابتدى؟ لا 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 خالص، يعني لا لا، هم معاهم حاجه تانية، انما بره في حياتي انا الخاصه ماشي بكل شيء ممكن تسميه خاطئ في الحياه. فلوس معايا كتير جدا، معايا حاجات، ناس بتشاور عليا، حاحا اهو حاحا اهو، منتهى السعاده، فعمال اخبط في الدنيا. فجت القرصه دي، لا اسعى بقى، لان هو ده ربنا اللي عمل فيك كده. ايوه، اللي خلاك تبقى حاحا، وخلاك ناس تجيب لك فلوس وتمشي، وتسيب فلوس وتمشي، ده ربنا اللي عمل فيك طبعا كده. وبعد كده تبقى اها، انت ناوي بقى بعد كده هتبقى اها، انت ناوي بقى بالكرم اللي اداه لك ربنا ده تبوظ الدنيا؟ لا، خد بس دي. بس جميل اللي يغلط ويعترف بغلطه طبعا، ويقوي ايمانه بربنا وعلاقته بربنا ويتوب او يرجع. طبعا يرجع عشان يبتدي من اول وجديد. انا عمري في حياتي في اثناء المرض في الثلاث سنين دول، في مريض تلاقيه نايم في المستشفى بيقول ليه يا رب كده؟ ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ والنبي يا رب ليه انا؟ اشمعنى انا؟ في ناس كتير قوي بتقول كده. انا عمري ما قلت ليه يا رب اشمعنى انا؟ لان انا عارف ان ده منه هو. بس كان عندي يقين ان انا. كنت بتقول ايه ده؟ ما كنتش بقول حاجه، كنت ساكت. كنت اقرا قران في بعض الاحيان، يبقى حاطين تلفزيون قدامي في قران او في دروس دينية، ما خلاص واحد بيودع ومسلم أمر لله تماما. يجوا بالليل العصابات من الدكاترة تخش تاخد من ظهري حقنة للنخاع، يعملوا عصابة عشان ما احسش بألم الحقنة بالليل. أطنش ما خافش. ده بعد ما صحيت؟ بعد ما صحيت، أثناء بقى فترة المرض.